استضافت القاهرة ممثلي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين لعقد اجتماعات المسار الدستوري الليبي استعدادا لبدء أعمال المسار برعاية الأمم المتحدة. هذا وقد ثمنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مبادرة القاهرة لاحتضان الأطراف الليبية بهدف وضع إطار دستوري متوافق عليه يمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية من أجل استقرار المؤسسات الليبية. الاحترام المتبادل والشراكة ومن قبلهما القرار الوطني المستقل، ثوابت حددتها مصر في حرم سياستها الخارجية وتفلتها للأشقاء على حد سواء، وليست شقيقة ليبيا بعيدة عن ذلك. وتأتي استضافة القاهرة ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لعقد اجتماعات المسار الدستوري الليبي استعدادا لبدء أعمال المسار برعاية الأمم المتحدة تأكيدا لهذه الثوابت المصرية. مبادرة القاهرة لاحتضان الأطراف الليبية تعد فرصة قوية في اتجاه وضع إطار دستوري متوافق عليه يمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما يمثل حجر الزاوية لاستقرار المؤسسات الليبية. مبادرة رحبت بها الأطراف الليبية وثمنتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا. الأمم المتحدة تثمن الدور البناء ليس لمصر فحسب، بل وجميع الشركاء في هذه المنطقة الذين تأثروا أكثر من غيرهم جراء الأزمة في ليبيا، والذين عاقفوا من المساهمة في جهود للأمم المتحدة من خلال استضافة محادثات من هذا النوع. إن إشراك الشركاء في المنطقة على نحو إيجابي مهم لضمان مستقبل يؤمه الاستقرار في ليبيا. قضية الوطن أكبر من كل اختلاف، وعلينا إيجاد نقاط مشتركة بهدف الوصول إلى توافق حقيقي يكون نتيجته الوصول إلى مطلب 2,800,000 ليبي وفق دستور دائم، وهو المخرج الوحيد لاستعادة الدولة الليبية وحمايتها من التدخلات الأجنبية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والتحكم في موارد الدولة الليبية ومقدراتها. نلتقيكم اليوم على أرض جمهورية مصر، ونحن وهنا نغتنم الفرصة السانحة بأن أتوجه بجزيل الشكر لجمهورية مصر أرض الكنانة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ودعم التوافق بين الأشقاء. السادة الحضور، أحدثكم اليوم رفقة زملائي أعضاء اللجنة المنتخبة والمكلفة من المجلس الأعلى للدولة لمهمة إعداد القاعدة الدستورية من خلال التشاور والتوافق مع ممثلي لجنة مجلس النواب لإعداد قاعدة دستورية وقوانين تفضي لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن. إلى ذلك يتواصل الدور المصري في ترتيب أوراق البيت الليبي في إطار السعي نحو إيجاد حل سياسي شامل ومستدام وليبي خالص، لتؤكد مصر يوما بعد يوم أنها الشقيقة الكبرى ومفتاح السلام ودرع أمتها الذي لا ينكسر.